بجد انا بجد ازاي احنا كان جاي احنا يا جماعه الحمد لله انا شغلته وخليته شغال وخليته اعد وخليته منور وان شاء الله يا جماعه الكلب ده خلاص طالع ان شاء الله وفضل له خلاص فضل له كده وتعالوا كملوا بقى في بتاع قصه الكلب دي. الكلب ده تعالوا شوفوا يا جماعه السلام عليكم ورحمة الله.